كيف ما كتبعوا معنا المشاهدين الكرام، هنا واحد ريبورتور اللي خالق الفوضى بشارع محمد الخامس مدينة الدار البيضاء. يعني شوفوا معنا هذا ريبورتور يعني منول الفوضى هنا. واحد الأشخاص نودي الفوضى واحد تريبورد. تم التوقيت ديالهم من طرف رجال الامن. شوفوا كانوا مبراكين مول الطاكسي. ريبورتر كان خالق الفوضى هنا في شوارع المدينة. يعني الآن تم التوقيف ديالو. ميلود، أو ميلود.